أمس الفير احترقت ونكت علي ماي حار، والله العظيم وأنا نازلة المطبخ وأردي الكل نايم، تعرفون اللي فجأة تحسون بليوع. المهم ما بذكر التفاصيل، بس نكت علي الماي كله على جسمي. الحمد لله الله ستر ولطف إنه كان حار ما كان مغلي وايد، يعني احترقت فالله لطف فيني والله، يعني الحمد لله ما كان الماي مغلي حيل بحيث يصير حروق شديدة، يعني حرق طفيف وخفيف. بس إلى الآن يألمني كريمات وكمادات ثلج وكريمات ميب وكريمات الحروق، وما زال الألم موجود يعني بصراحة، وشكله أحمر صار وبدأ يصير على شكل فقاعات. من اللي جرب يقول لي؟ يعني أنا خفت أروح المستشفى بصراحة بوقتها، لأن خفت يعني تدرون المستشفيات حاليا للطوارئ واللي فيهم كورونا والوضع خطر، فقلت أروح أنا على حروق يعني بسيطة إن شاء الله ما فيها شي وايد، فخفت ما رحت. طبعا دايما وأبدا أحب أقول لكم شغلة وايد مهمة، مو يعني مو قاعدة أقولها أتفلسف، بس فعلا الصدقة والدعاء يدفعان البلاء.